الْأَرْضُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق.
مد الجائز المفصل والقلع الصغرى بالشفق الشع الإدغام لام الشمسية والليل والليل الإدغام لام الشمسية وما وسق وما وما مد الأصل والقمر إذا اتسق لتركب التبخيم يوا لتركبن طبقا عن طبق الإخفاء الحقيقي.